السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيانة بسبب الحب. الأهالي يكتشف مسرب فيديو رياض محرز ويعاقبه بقسوة. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك، وتعالوا نشوف مفاجآت كبرى في أزمة تسريب فيديو رياض محرز. ياريت الجميع يحط لايك واشتراك، وتعالوا نشوف تفاصيل الخبر. أخيرا اكتشف مسؤولي النادي الأهلي السعودي هوية مسرب فيديو النجم الجزائري رياض محرز في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنمسا. محرز وصل المعسكر الأهلي في النمسا دون إعلان النادي عن التعاقد معه بشكل رسمي، حيث تم تسريب فيديو لتواجده مع زملائه الجدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث أنه كشفت صحيفة عن شعور الإدارة الأهلوية بغضب شديد من تسريب فيديو النجم الجزائري، حيث اضطرت إلى الإعلان عن الصفقة بشكل سريع وبدون الترتيب لها بشكل جيد. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي الأهلي فتحوا تحقيقا موسعا في الواقعة، واكتشفوا أن هيثم عسيري مهاجم الفريق الشاب هو من قام بتسريب فيديو تواجد محرز داخل المعسكر. وأوضحت أن عسيري لم يقصد الإضرار بمصالح ناديه، ولكنه من شدة إعجابه وحبه للنجم رياض محرز شعر بالحماس وقام بنشر هذا الفيديو. وأعلنت الصحيفة الجزائرية توقيع مسؤولي النادي الأهلي عقوبة قاسية على مهاجم الفريق الشاب، حيث تم خصم نصف راتبه عن شهر يوليو. الجدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع النجم الجزائري في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قدرتها وسائل الإعلام ب 30 مليون جنيه استرليني تقريبا. طبعا هي أفضل صفقة جميلة جدا. ما رأيكم أنتم أخوان وأخواتي؟ أنتظر أراكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.